هسه قاموا يستهدفون التحرير مباشرة وحديقة الأمة، لأن منطقة الأغلب المتظاهرين قاعدين بيها حرفيا قاموا يشمرون علينا، قاموا يهاجمون المتظاهرين حتى هناك قاعدين اللي ما متقدم على الخضراء بدأوا يهاجموهم بالدخانيات. شوي شوي هم يزحفون يحاولون ياخذون الجسر كله وبعدين يهاجمون التحرير. مثل ما تسمعون الاصوات مستمره مال الاطلاقات، الاسعافات حرفيا ما قاعده تلحق تنقل الناس تختنق، المواطنين حرفيا يسوون اسعافات اوليه ويحاولون يطفون القنابل بايدهم وبنفسهم.